السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس إبراهيم عبد الله صاحب المركز المتخصص لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة هنتكلم على الغسالة التوشيبا، إزاي نعمل لها إعادة ضبط مصنع وإزاي أختبر كل قطعة فيها. يلا على بركة الله نبدأ مع بعض. خلي الغسالة مطفية زي ما هي وأبدأ أدوس على مستوى المية ودوران سريع وأون، وابدا ان انا ادوس ستارت واشغل. طيب ده هيحل معايا ايه؟ هيحل معايا ان الغساله ما كملش البرنامج، الغساله بتغسل بس ما بتشطفش، الغساله بتديني اي سالب 4 على 7. طبعا العطل ده مشهور، اي سالب 4 على 7، الاغلبيه يقول لك جرابوكس او يقول لك بورده. هو بالفعل احيانا بيبقى جرابوكس واحيانا بيبقى بورده، بس انا اعمل ضبط المصنع الاول واشوف النتيجه هتعمل معايا ايه، وهسيب هعمله واسيب الغساله تفضل شغاله، هتلاقي الحله بتلف باسرع باسرع حاجه، فهسيبها حوالي تقريبا 10 دقايق لحد ما تخلص. ده بالنسبه لضبط المصنع. معايا حاجه اسمها اختبار كل قطعه في الغساله لوحدها، اللي هو هعمله ازاي؟ هاجي ادوس على شطف وادوس ستارت، وبعد كده ادوس تشغيل اللي هو ستارت بدء التشغيل، وابدا ادوس على اول زرار كده اختبر معايا الصمام. كل زرار هدوس عليه اختبر معايا القطعه، كده هيلف المروحه بختبر كده المروحه، اللي بعديه بختبر كده الترومبه، اللي بعديه اختبر ده كده الترومبه، ده كده هختبر المروحه بتلف شمال، يعني ده هيلف الزرار ده هيخلي المروحة تلف يمين وده يخليها تلف شمال، وهكذا كل زرار من الزراير دي بتختبر حاجة فيها. جرب بنفسك وشوف النتيجة بمشيئة الله. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.